أصحاب النيابة والسماحة والإخوة رجال الدين المحترمين والراهبات المحترمات، سعادة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية المحترمين، الإخوة رؤساء الأجهزة الأمنية المحترمين، الحضور الكريم محب الألقاب للجميع، أهلا وسهلا بكم وكل عام وأنتم بألف خير. مساء الخير لكم جميعا وكل عام وأنتم بخير يا أهل بير زيت، يا أهل الخير، يا أهل النور. ولما بير زيت بيطلع صوتها كل الناس بتسمع، ولما بير زيت بتحكي كل الناس بتقول نعم. هذه هي روح بير زيت اللي أنا عشت فيها 25 سنة من عمري في حاراتها الحلوة بأهلها الكرام. بير زيت عزيزي علي، عشت فيها 25 سنة، استقبلتني طالباً وسكنت من التل لحارة دار سعادة لبيت كوكب ناصر لشارع عطارة لشارع برهام. في كل حارات بير زيت أنا وزملائي إلنا بصمة إصبع طيبة. استقبلتني طالب، واستقبلتني موظف، واستقبلتني أستاذ في الجامعة، واستقبلتني عميد، واليوم أشكركم إنكم بتستقبلوني رئيس وزراء باسم الرئيس أبو مازن. وإحنا اليوم بنضوي هذه الشجرة ليعم النور على العالم، ولكن المهم نريد للنور أن يضيء عتمة قبور شهدائنا، ونريد للنور أن يضيء زنازين أسرانا، وأن يضيء لنا درب الحرية. شاعرنا قال، وأختم كلامي بقوله: سنفهم الصخرة إن لم يفهم البشر أن الشعوب إذا هبت ستنتصر، مهما صنعتم من النيران نخمدها، ألم تروا أننا من لفحها صمر، ولو قضيتم على الثوار كلهم تمرد الشيخ والعكاز والحجر. كل عام وأنتم بخير، كل عام وبير زيت بخير، كل عام وشعبنا بخير، وما شاء الله عليكم بتبيضوا الوجه، وإن شاء الله معا إلى القدس المحررة. إن شاء الله، الله معكم، وبارك الله فيكم.